بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. من أكثر الأسئلة تداولا في شهر رمضان المبارك هي منظومة الجوع والعطش والصداع. كل يسأل إيش أعمل عشان ما جوعش، إيش أعمل عشان ما أعطشش، وإيش أعمل عشان الصداع يخف عني أو ما صداعش. كلا الثلاث أمور، الجوع والعطش والصداع، مرتبطين في نقطة واحدة في الدماغ اسمها جهاز المكافأة. وبالتالي لو راعينا هذا الأمر واكتشفنا ماذا تريد وماذا يعني هذا الكلام، حلينا الثلاثة في ضربة واحدة. تمام؟ الآن لماذا نعطش ونجوع ونصدع في رمضان؟ ببساطة لأننا قبل رمضان لم نعتاد على شرب المياه، واعتدنا على إيش؟ شرب المنبهات والمشروبات الغازية بشكل كبير جدا. ولما أقول منبهات أشمل بها الشاي، القهوة، الشوكولاتة، التدخين، كل هذه الأمور تسبب مين؟ تسبب الصداع. وطبعا لا ننسى عامل الأدوية، المسكنات والأدوية النفسية والأدوية الخاطئة بحجة والله أنا تعبان، بحجة مش عارف أنام، بحجة أنا خلع طحونتي ويعني في عندي ألام كثيرة وخد هالمسكن القوي عشان أرضيك. كل هذا سأدفع ثمنه في رمضان. المضادات الحيوية، الكورتيزونات، كم أخذناهم خلال 11 شهر؟ ببلاش؟ حشوف تأثيرهم في رمضان، إنه جهاز المناعة تبعي ضعيف ومش قادر يستحمل 16 ساعة صوم، وأنا لم أتعود أساساً على مبدأ الصيام المتقطع. وبالتالي فجأة بكرة رمضان، بكرة أجبرت على تطبيق هذا النظام وابتعدت فجأة عن كل هذه المنبهات، طبعاً هكون في وضع لا أحسد عليه. ذكرنا سابقا كيف نستعد لرمضان، ولكن كما نقول دوما يعني هناك يوميا فرصة، وبإمكانك أن تبدأ من اليوم. حتى لو شاهدت هذا الفيديو وأنت في 28 رمضان لا توجد مشكلة. لماذا لا توجد مشكلة؟ ابدأ من الآن. القصة مش رمضان، رمضان هو فلسفة صيام، هو ثقافة تغذوية، هو بيقول لك وين أخطائك خلال 11 شهر. فأنت لو عرفتها في يوم 28 ولا يوم 29 رمضان، ممتاز، برافو، مش غلط. ليش؟ لأنك أنت ستبدأ صفحة جديدة ما بعد رمضان بقوانين جديدة، وإن شاء الله تكون من عوادينه وتستقبل رمضان القادم 100%. مش بس هيك، انت حتكون 11 شهر 100%. فإحنا ما بندور على الصحة فقط في رمضان، رمضان بدينا المؤشرات. زي ما طرحت في البداية، انت ليش بتصدع؟ وانت ليش عطشت؟ وانت ليش جوعت؟ لأنه ما قبل رمضان انت تعبان، انت أسأت الاستخدام هذه المعطيات مع جسدك، أسأت استخدام مين؟ الدماغ، ما عطيتوش اللي بده إياه. إذن ما هي الحلول؟ الحلول تبدأ بأن نتعود. من لحظة سمعنا لهذا الفيديو نأخذ الآن القرار بأنني سوف أتعود إلى بداية خربطة المواعيد. يعني والله أنا بعد الإفطار وين فنجان القهوة؟ بأجلها شوي،
صحيح أنا بكون يعني خرمان على فنجان قهوة صلي 16 ساعة بستناه، لكن بأخره 5 دقائق، أنا مش حأخره ساعة، لكن ال5 دقائق هذه فرقت عن امبارح. بدي أزيد من تناول شربي للماء، بمعنى بدي أخلي زجاجة الماء حولي وكل شوية أخذ لي شفطة، تمام؟ ورقم 3 موضوع الجوع، كيف بدي أحكم موضوع الجوع؟ بعدم تناول الطعام كلما تذكرت أو كلما اشتهيت، لا يجوز. قصة إنه أمامي فقط 8 ساعات للأكل وبدي ألحق حالي أكل يعني قبل ما يأذن الفجر، هذه انسى لي إياها، ما تخافش. أنا في فيديو سابق قلت أنت مش جمل عشان تخزن، فكل شيء تاكله بقدر هيتعامل معه جسمك بالقدر المناسب وحيعطيك مستوى الإشباع اللازم، وكل شيء زائد عن الحد من مياه ستخرج عن طريق التعرق والبول، وكل شيء سيكون زائد عن الحد من الأطعمة إما سيسبب لك تلبك وعسر هضم، وإما سيخرج عن طريق إيش؟ التبرز. إذن ليش ندخل حالنا في منظومة صعبة؟ كلوا واشربوا ولا تسرفوا. بكده هتلاقي حالك 3-4 أيام كبيرها 5 أيام كبيرها، إنه تعودت، لا مكان للصداع، لا مكان للعطش، لا مكان للجوع. وأكبر دليل على كلامي الناس اللي يعني منتظمين نوعا ما بالفطرة، هم بيتعبوا أول 2-3 أيام بيجي بقول لك بس أول 2 أيام بتعب وبعدين خلص بتعود، لأنه هو أساسا نظامه صح، لكن هو الخطأ عنده بس في قصة مين؟ المنبهات، إنه كان مثلا بس يصحى من النوم يشرب، الظهر يشرب، عنده مواعيد ثابتة، فالمواعيد الثابتة هي تغيرت فسببت له صداع 2-3 أيام، صار هناك مواعيد جديدة، كان موعد الصبح صار عن المغرب، كان موعد العصر صار بعد التراويح، فهاد 2 مقابل 2، 3-4 أيام تعود بقول لك خلص راح الصداع. طالما القصة قصة تعود، إذن أنا بدي أخذ المنظومة إيش؟ بشمولية، وتعود، وفليكن رمضان درس تغذوي من الدرجة الأولى لتصحيح عادات وتقاليد خاطئة، أنتقل بعدها ل 11 شهر قادمة صحيحة، وتكون إن شاء الله عنوان للصحة إيش؟ المستدامة. إذن قبل أن أختم هذا الفيديو أود أن أترجم هذا الكلام إلى بعض التطبيقات السريعة. فمن الأطعمة المفضلة التي تطيل فترة الشعور بالشبع هناك الألياف، والألياف متواجدة في الأوراق الخضراء، والأوراق الخضراء بإمكاننا تناولها على هيئة طبق من السلطة. أجيب طبق من السلطة الأوراق الخضراء المختلفة، الجرجير، الخس، البقدونس، النعناع، ما شئتم من أوراق خضراء، وأضع عليها القليل من الليمون، وممكن أن أضع عليها بعض المكسرات مثل عين الجمل، ويصبح لدي طبق من السلطة ولا أجمل ولا أفيد كقيمة غذوية، وبديني كمان إيش؟ مجال للإشباع أطول. موضوع العطش نعطي عليه مثال، القصة مش بشرب الماء قديش أشرب مية لآخر لحظة، لا، القصة إنه بديش أكل مخللات، بديش أكل موالح كثير، تمام، بديش أتناول سكر، بديش أتناول مقالي، تمام، كل هدول بيلعبوا في المنظومة، فعد مش أخذ راحتي في هذه الأمور وبعدين أدور على حالي بالليل
اشرب 2-3 لتر ميه واقول هيني شربت ميه؟ لا، انا بدي اعمل اعاده توازن، تمام، في كل المنظومه هاي، واقلل من الاشياء الضاره اللي بتعطش، وارفع من مين؟ من الاشياء اللي ما بتعطش. قصه المشروبات الغازيه بديش احكي فيها كثير، هي عنوان للعطش اساسا، تمام. الان من المشروبات خلينا نسميها الرمضانيه المشهوره الثلاث، عرق السوس والتمر هندي والخروب. انا افضل التمر هندي، التمر هندي يعني غني جدا جدا في المعادن والفيتامينات، مبرد للجسد وملطف، وايضا يعني لا بيرفع سكر ولا بنزله، كثير كويس، كثير ملطف، كثير بمنع عطش كذلك، فشيء جميل جدا انه ايش، انه نتناوله في ايام رمضان. واذا كنت تعاني الان من صداع، تمام، بعد وجبة الافطار اعمل فنجان قهوة، اعصر عليه شوية ليمون واشربه، الصداع هذا سيزول حتى تعيد ترتيب جسمك وترتيب جسدك. ودوما نتمنى لكم وافر الصحة والسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله.